أنا إليان دكتور بي، تابعونا على جميع قنوات سات سبعة وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي لدى سات سفن أكاديمي. اليوم رح نحكي عن موضوع ما كتير يمكن منعرف عنه، وهو متلازمة داون أو المعروفة بترايزومي 21. فإذا أنتو كمان ما بتعرفوا كتير عن هذا الموضوع خليكن معنا. متلازمة داون أو ترايزومي 21 هي حالة بيولد فيها الطفل مع كروموزوم إضافي، ومثل ما كلنا بنعرف إنه الكروموزومات بتحتوي على مئات أو حتى آلاف من الجينات اللي بتحتوي على المعلومات اللي بتحدد الميزات والخصائص تبع كل شخص واللي منورتها أكيد من أهلنا. بمتلازمة داون هذا الكروموزوم الإضافي بيأثر على تأخير تطوير الجسد والعقل. تعد متلازمة داون من أكثر اضطرابات الكروموزومات شيوعاً، فكل سنة بيولد حوالي 6000 طفل مصاب بمتلازمة داون، أي حوالي مولود واحد من بين كل 700 مولود. ممكن تكون أعراض الأشخاص المصابين بمتلازمة داون معتدلة أو ممكن تكون قاسية ومتقدمة، فبعض الأشخاص بيتمتعوا بحياة طبيعية، أما البعض الآخر بيعاني من مشاكل صحية خاصة من مشاكل القلب. بيتميزوا الناس البالغة والأطفال بشكل معين، مثلاً وجه مسطح، رقبة قصيرة، عينين لوزيتين بيكونوا ميلين، أذنين صغيرتين، أصابع قصيرة نسبياً، وإيدين وإجرين كمان قصيرة مع قصر بالطول. كمان بيعانوا خاصة الأطفال من ضعف بتوتر العضلات، وهذا الشيء بيسبب بصعوبة ومشاكل بالرضاعة والتغذية وبعض الأحيان الإمساك. ما في عوامل سلوكية أو بيئية بتسبب بمتلازمة داون، فهل هي موروثة؟ بأغلب الأوقات هي منا موروثة، ولكن هي بتنتج عن خطأ بانقسام الخلايا المبكر عند الجنين. شو هي عوامل الخطر؟ أول شيء وأهم شيء تقدم العمر عند الأم، فبتزداد خطورة إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون إذا الأم زاد عمرها عن 35 سنة أو حتى عن 40 سنة. ثانياً إذا كانوا الآباء والأمهات عندهم طفل مصاب بمتلازمة داون، فهذا الشيء بيزيد من نسبة خطورة إصابة الطفل الثاني. حوالي نصف الأشخاص المصابين بمتلازمة داون بيعانوا من مشاكل خلقية بالقلب، وهذا الشيء بيعني إنه قلبهم ما تكون بالشكل المضبوط وما بيشتغل بالشكل اللازم، ولكن بأغلب الأحيان بتم تصحيح هيدا المشكلة عن طريق الجراحة. الأشخاص المصابين بمتلازمة داون هن معرضين أكثر للالتهابات اللي بتأثر على الرواية وعلى التنفس، وإذا انصابوا بهيدي الالتهابات ممكن تطول عندهم أكثر من العادة. كما وأنه الأشخاص المصابين بمتلازمة داون ممكن يصير عندهم التهابات بالأذن وبالعين، وممكن يعانوا من مشاكل بالهضم مثل الإمساك. كما وأنه البعض منهم ممكن يصاب بسرطان الدم اللي معروف باللوكيميا. كتير مهم نعرف أنه كل شخص مصاب بمتلازمة داون غير الشخص الثاني، فممكن يكون عنده مشكلة وحدة أو مشاكل كتيرة من اللي حكينا عنها، أو ممكن حتى ما يكون عنده ولا مشكلة. أما بالنسبة للعلاج، فمن حسن الحظ أنه تغير الزمن، فبوقت سابق ما كانوا الأطفال اللي بيعانوا من متلازمة داون يتخطوا مرحلة الطفولة، وهذا الشيء بيرجع للالتهابات اللي كانوا يتعرضوا لها أو للمشاكل الخلقية من القلب وغيرها. ولكن اليوم التطورات الطبية قادرة تحل كل هيدي المشاكل الصحية وقادرة تطور أمد الحياة، فالأدوية قادرة تعالج كل هيدي الالتهابات، وأما الجراحة كمان قادرة تصلح مشاكل القلب والجهاز الهضمي. حتى إذا الشخص صار معه لوكيميا العلاج عم بيكون كتير فعال وناجح. متلازمة داون هي حالة بيعاني منها الشخص كل حياته، ولكن العلماء عم بيواصلوا الأبحاث كرمال يلاقوا طريقة للوقاية أو طريقة لتحسين الحياة والصحة للمصابين. يمكن يكونوا الأشخاص المصابين بمتلازمة داون مختلفين، ولكن هن بدهم ياكن تعاملوهم مثل ما بتعاملوا حيالة طفل، باحترام وصداقة،
وهن كتير ناس بحبوا يفرجوا حب ويعبروا عنه، فكونوا قريبين منهم وكونوا أصدقائهم. وبآخر حلقتنا مشاهدينا بقلكن بي هابي بي هيلثي مع دكتور دي.